السلام عليكم. خويا نحن منطقة الإمام إبراهيم سوق الشعارين، هاي المنطقة احنا خدماتنا يعني حيل ضعيفة. أول شيء الماي، هذا مدونا الماي رحم الله والدينا بس داق عليه ما وصلوا لي البيوت. ثاني شيء مدارس، هسه احنا مقبلين على عام دراسي جديد، مدارس ماكو، يعني المدرسة بس سووها صارت الاحتفالية انتهى الموضوع. هاي المساعدات مستوصف ماكو، السيارة تقف غادي ساعتين ثلاث ساعات تمشي. يعني شو اقول لك؟ مطالبات من الحكومه، والله مطالبات يعني يدحكون علينا، بيوتنا متضرره، يعني اي اللي تروح عليه يصلح لك ياخذ معامله وفايل، نحن ما نلحق نصور بس فايلات ومعاملات وقسايم، ودي مربع ذهبي يجيب مربع ذهبي، صوره ختمه من المختار وهذا كل شيء ماكو، بس زد فايلات، نحن ما نلحق فلوس وزد فايلات. يعني على الاقل شويه يراعون ظروف هاي المنطقه دحق العالم، بس دحق على الشوارع شلون صايره هنا المحلات، البيوت هاي فوق بيوت مهجومه. هنا بالزهيرات مهجوم بيوتنا، يعني ما حد جاء لحد الان، ما حد جاء صلاح، ما حد جاء عمر، كله بالواسطات. عندك عرف تمشي، ما عندك عرف ما يمشوك. كهرب اكو ها اخويا، وبس المساعدات عاد تجي مبردات. قبل يومين جت مبردات هنا وعلى اساس يوزعون للمنطقه. اكو ناس جت من غير جانب، من ذاك الجانب جو استلموا مبردات اثنين وثلاثه، وكيات ثلاث كيات حملوا مبرداتهم وراح انباعن بالفيصليه. بالله مهجرين جاي. اي اي اخويا الشرطه الحمايه اللي وياهم كل واحد استلموا خمس مبردات وست مبردات. اخويا احنا هنا قاعدين مبردات ما عندنا وشغلات كهربائيات ما عندنا. هم يجيبون هنا يوزعونهم مال بيتين ثلاثه من ذاك الجانب يجون. كل واحد يخبره قرايبه خمسه سته يجوا يستلمون ويروحون من ذاك الجانب. وهنا المنطقه فردنا وميته. اخويا وليش تحتاجوا بالمنطقه؟ احنا محتاجين العالم ترجع ويرجعون البنايه والهذه. اكو عندنا هاي بها العماره هاي اسمها المدرسه كانت قديمه، يقدروا يسوونها مستوصف على المناطق القديمه اللي هنا. اخويا العالم هسه المريض بالليل ما وين يوديه؟ لازم على ذاك الجانب. اخويا مستوصفات ماكو، شغلات كلها شغلات العوائل هنا ماكو، مساعدات ماكو فرد نوبه. يعني من أسوأ لأسوأ، يعني خدمات يعني اسع بالنسبه للمدارس على وشك يعني الدوام ماكو. يعني اكو ناس راح رجعتين راح تروح للايسر على مود يداوم بالمدرسه، راح يداوم من المدرسه. وهنا يعني بالنسبه للماي جاء كهرباء بس ماكو، اكو مكانه لازم تعويضات لازم هذا. احنا من الناس يعني طلعنا من جو من جو الانقاذ، هاي يعني هاي البنيه طلعوها هاي يعني طلعونا من جو يعني قاع هاي طلعنا عبالك غير دوله احنا يعني بروشيما وهذا طلعنا لا بيت يب يعني حتى يعني تخبلنا بغير دوله عبالك. مطالباتكم الحكومه احنا داعي من السيد المحافظ يعني يجي انا بس نريد يعني تنفيذات. احنا نكبنا، احنا منطقه الميدان خاصه منطقتنا مجهولة لحد هاي اللحظة، ما نعرف اشنو مصيرنا دايحين لا هنا ولا هنا، لا نقدر لا عندنا بيت هنا بالمنطقة ملك غيره ولا ابد، عندنا هذا فقط بس اللي بالميدان وممنوع الفوتة عليه. احنا نريد يرجعونا على بيوتنا على الميدان، يا اما يعوضونا. ما يصير احنا وعود واحنا المعاملة مال تعويضات ونزف فايلات وكل شيء معاكو، خلي يوفرونا الخدمات يوفرونا الشوارع وفوتونا المي على بيوت. احنا اللي عم نرجع الناس واحنا اللي عم نشجع الناس على رجعتهم على بيوتهم. بس هاي منطقه الميدان منكوبه، مصيره مجهول، ما عم ينطونا جواب عليها.